هلأ المشاكل بتزيد من نسبة خطر التعرض للاكتئاب أو المرور بموقف صادم مع حدا منعرفه، مثل رسوب غير متوقع أو موت حدا من حبه أو التدهور بعلاقة الأهل. برافو، شيء حلو. برافو، على فكرة أنت اختصاصية بزعزعة استقرار بناتك بالتبني، ويلي هن مو أكثر من أطفال وبحاجة إليك. قولي لي دكتورة، ما بتعتقدي إنك سبب اكتئابهم؟ هاي المرة مرت أبي وأم إخواتي بالتبني، أبي مات بحادث وأختي الصغيرة مفقودة. أنا ما بعرف رح أرجيكم صورة أختي دانييلا. هي خذوا هاي البنت لبرا وطلعوا رجاء بسرعة. ماشي ماشي. أبي توفى وبهالوقت أختي الصغيرة مفقودة. انت هون؟ اذا حدا شافك بتعرفي اتصلوا بالشرطه المحليه فورا. هي طفله صغيره وما عندها اي مكان تروح عليه. كلارا لو سمحتي حبيبتي الامور ما بتنحل بهيك. ليش عم تخبي هذا الموضوع؟ شو الشيء اللي خايفه منه لحتى ما بدك الناس تعرف انه اختي ضايعه؟ مش هيك معصبه اهلي؟ بس انا هاديه وكثير كمان وعم بحكي بكل رواق.